نماز جنازہ کی چار تکبیریں ہیں۔ پہلی تکبیر میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لیں، باقی تین تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پہلی تکبیر، اللہ اکبر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك۔ دوسری تکبیر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تیسری تکبیر، الله أكبر۔ اگر بالغ مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھے، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے، اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے، اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعا۔ چوتھی تکبیر، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله۔